سلام، لاباس عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان. نتمنى نلقاكم بهذا الفيديو باحسن الاحوال. كما العاده دائما الفيديوهات جدادين، واللي ولا دخلتكم الكوزينه فاطباق يكونوا شهيين وجد جد اقتصاديين وسهلين، وخصوصا البنه. المهم اليوم جبت لكم واحد طاجين، يا سلام، طاجين امازيغي 100%، وبالطريقه ديال الجدود ديالنا. اجي تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الطاجين تقديد، كيجي هائل، المذاق لا يقاوم. مهم، جيت دابا كنصاوب تشهيت واحد الطاجين القديد. مهم، هاد اللحم ساعه وهي مرقده، دونك غادي نحيد حيت فيها الملح بزاف. صراحه كاين اللي تيدير القديد هو كاين اللي كيدير ليه التوابل. المهم حنايا ماما صابتو كما كيصابو الناس زمان، يعني غير بالملحه، غير بالملحه، وكترقديها هكا واحد الساعه في الماء باش يطلق شويه ديك الملوحه. في هاد الاثناء كما شفتو خديت الطاجين وشلطت هاد البصله هي الاولى ودرتو فيه، وغادي ناخذ القديد، وكيبقى طبعا على حسب الافراد الاسره. المهم انا سمحوا لي على الكاليتي ديال التصوير، لحقت انا كنصور بالليل، دونك تشهيتو قلت والو غادي نصاوب القديد. كما كتشوفوا تقدر تصابوه بهاد الطريقه ديال الطاجين، اولا كديرو في العدس اولا اللوبيا، كيجي بنين. كما عرفتوا هاد القديد ديال الناس زمان شحال ديما ما كان لا فريكو لا والو، دونك نص الحوالي كيكون قديد. اما دابا كتاخدو غير شويه كونتيتي صغيره باش كتردوها كديد. ايوا هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم. صافي كما شفتو خديت القديد وحطيتو هكا. مهم الكميه على حسب الاشخاص، وغادي ناخد غير شي شويه الزيت لحقاش القديد كيكون فيه الشحمه، دونك غادي ناخد غير كميه شويه. صافي غير هادشي، صافي، وغادي نخليه يتشحر شي شويه وندوز باش ندير التوابل. نخليه يتشحر ونرجع لكم. صافي، وهنا غادي ندير التتبيله. المهم غادي ناخد الخرقوم البلدي، وناخد الجزر، ناخد شويه ديال الحار، وتحميره، طبعا القديد ملي فيه الملحه ما غاديش نديرو الملحه، غنزيد هادشي الماء ونخلطو ونزيدو في الطاجين ديالنا. صافي خديت شويه ديال الماء ونخلط مزيان، وغادي نضيفو الطاجين ملي شي شويه يتحمر. هاد ندير جوج ديال المعالق ان شاء الله، صافي. كما كتشوفو غادي نزيد بودغ ديال الثومه، نسيتها، نضيف واحد الشويه الثومه. تقدروا ديروا حتى الثومه الاخرى الخضراء، المهم انا عندي الثومه الخضراء، غادي الثومه هكا.
صراحة كيجي الطاجين يا سلام، بنين بنين بنين، كيحمقني. كانت ماما كديرو لينا، صراحة انا كنت كنلغي بزاف، كنحماق عليه. صافي غادي نخليه على نار مهيلة، وديك الساعة نضيف ليه قزبور مدنوس والخضار اللي بقاو ليا. هانتوما خليكم معايا. وهنايا غادي نضيف واحد مطيشة، مطيشة واحد مطيشة محكوك. يا سلام، غير دابا كنشم الريحة. يا سلام يا سلام، زدت هنايا واحد مطيشة حكيتها باش تعطيني داك لاصوص. صافي غادي نخليها في على نار مهيلة تشحر ليا شي شويه البصله والقديد، وغادي نضيف قزبر معدنوس والخضره اللي بقاو ليا. هانتوما شوفوا واحد الطاجين، يا سلام كان حماق عليه. حتى دابا ريحته ريحته، بغيتو غير يمشي شي طيب. هانتوما صراحه سخون. اي يا سلام على الريحه اللي خارجه منه. هانتوما دونك دابا غادي نزيد شويه د الربيع. وغادي نضيف الخضره، غادي نضيف الخضره كما كتشوفوا. طبعا كيعجبني تعجبني الصلصه. نديرو الطاجين صوص هانتوما، هنا الطاجين صوص نحطو طريقو. دونك دابا غادي نرش هادي خاصة للناس بحال اللي كدير ماما. الربيع من فوق، الربيع في مطيشة، طاجين صوصي. يا سلام صافي، هو دابا غادي نخليه يطيب على خاطرو ونرجعو نشوفو كي جا المذاق ديالو. خا انا عارفه المذاق ديالو، يا سلام كنتسنى غير يمشي شي طيب. يلا خليوه يطيب. دونك فوالا، صافي ها هو الطاجين كيجي الصراحه بنين بنين بنين، بالطاجين ديال القديد اللي جبت لكم. شتيو يا قدي كيجي؟ يا سلام، اذا كانت شي وحده فيكم عمرها ما ذاقت الطاجين ديال قدي تنوض ديرو وغادي تشوف البنه. يلا السلام عليكم.